ما فيش مشكل هو هذاك شاب ومهما يعني هذاك مستقبل الكره في طنجه هذاك يعني ماشي حاجه كبيره يعني بكل صراحه هو شاب لو كان واحد اللي, اللي عنده 30 سنه ولا 35 سنة ممكن تخاف عليه ولكن هو شاب كان شويه يعني فقد شويه الذاكره ولكن اليوم راهو بيان الحمد لله راهو في غرف الملابس وان شاء الله يكون واجد المباراه الجايه ان شاء الله